سكرتارية الأمم المتحدة كرمت الشباب اللي شارك في تنظيم قمة المناخ، وعددهم حوالي 2000 شاب، معظمهم من برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب الجامعات، وكمان كان في شباب مشاركة من مختلف الجنسيات. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. سكرتارية الأمم المتحدة منحت الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ COP27 شهادات تقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح المؤتمر في نسخته الحالية بشرم الشيخ، والتي تعد من أكثر المؤتمرات نجاحاً بفضل جهود الشباب المتطوع. شارك في تنظيم القمة حوالي 2000 شاب متطوع، قوامهم الأساسي من الشباب المصري من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب الجامعات والشباب المتطوع من مختلف الوزارات، بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات. الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حرص على التقاط صور تذكارية جماعية للشباب المتطوع تزامناً مع ختام المؤتمر، وأعرب عن سعادته البالغة بنجاح العملية التنظيمية التي قام بها الشباب المصري المتطوع، وقال إنها من أفضل المؤتمرات التي كان فيها للمتطوعين دور كبير داخل منطقة الفعاليات وفي مناطق العمل اللوجستي كالمطارات والفنادق. أيضاً أشادت أمانة المنظمة الأممية بالجهود الكبيرة التي بذلها الشباب المصري المتطوع، بالإضافة إلى قدراتهم المميزة في العمل الجماعي لإتمام هذا الحدث العالمي في نسخته الحالية بمدينة شرم الشيخ. وقد نجحت اللجنة المنظمة للمؤتمر في كافة المهام التنظيمية واللوجستية في قمة المناخ من خلال غرفة العمليات المركزية التي تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، وتتمتع بخبرات متراكمة نتيجة إدارة وتنظيم النسخ الأربع السابقة من منتدى شباب العالم.